سمع الله لمن حمده. مناجاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا، ومتعنا اللهم بأبصارنا، ومتعنا اللهم بقواتنا، ومتعنا اللهم بقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام على عدوه، اللهم انصر المسلمين على عدوهم، اللهم احفظ قوات المسلمين، اللهم احفظ قوات المسلمين، وكلهم معينا ونصيرا، وكلهم معينا ونصيرا، يا عزيز يا قوي، يا عزيز يا قوي. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء والصلاة،
اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.